ولذلك نقول لمن أراد السعادة بادر 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 واستعجل قبل الوفاة، أصلح فساد ما بينك وبين رحمك. وأكبر مصيبة يورثها الأب لأبنائه والأم لأبنائها، يموت الأب وتموت الأم ومورثين لهم ماذا؟ عمائر؟ لا، مورثين لهم ضغائن ومشاكل وقطيعة. مات الأب وهو ما يسلم على أخيه، ماتت الأم وهي ما تسلم على أخيها أو أخوه أو أخته أو ابن عمه، فالأبناء ماذا فعلوا؟ حملوا هذا الميراث، فصاروا ما يسلمون على أعمامهم أخوالهم إلى غير ذلك. وسبب أنت، فاحذر. فبعض الناس تحت الأرض معذب، وبعد الأرض بعد ما يموت أبناء فوق الأرض معذبين، ورث القطيعة فعاقبه الله، تقاطع أبناؤه وتدابر أبناؤه وما استفادوا من ميراثه، لأنه ورث لهم الغل والكيد. فأصلحوا ذات بينكم وبادروا حتى تكون البيوت سعيدة. تبي البيت سعيد؟ صل الذي أحزنك من أرحامك، صله ولو كان الحق معك. لماذا؟ لأنك تريد ذلك من الله. اللهم يا ربي أعنا على الصلة، نعوذ بك يا ربي من القطيعة.